انا تسمح لي بس قبل ما اتطرق لامور المنتخب، انا يمكن كان في يمكن قبل الفاصل على طول وقفه كده على موضوع ايمن اشرف وقصه انضمامه، وانا يمكن يعني في الكواليس عرفت انه النادي الاهلي رفض، انه او مش رفض، بلغ الجهاز الفني انه ايمن مصاب، وانه احنا ما عندناش في الناحيه دي غير ايمن، وبنحاول ان احنا نجهزه لماتش المريخ، وحضرتك عارف انه ماتش المريخ مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، في حين انه منتخب مصر ممكن الخيارات قدام الجهاز الفني تبقى اوسع شويه، لكن كان في اصرار من الجهاز الفني على خضوع ايمن للفحص، والفحص اكد اصابته، ورغم كده شارك في التمرين مره واثنين وثلاثه. علامات الاستفهام دي انا شخصيا مش لاقي اجابه عليها، قلت اطرحها على حضرتك ممكن تدينا اجابه. هو انا سمعت طبعا حضرتك وانت بتتكلم موضوع ايمن اشرف، طبعا موضوع مهم جدا، موضوع يعني هنشتغل في مبدا المساواه برضه، خلينا بنتكلم برضه بواقعيه بالنسبه لمنتخب مصر، لان في ناس كتير قوي، يعني انا ما كنت حتى في منتخب مصر وزمان كان في ناس دايما تقول لك انا عندي لعيب مصاب. اللعيب المصاب ده النهارده انت كجهاز فني هتستبعده، ولا النهارده لازم تتاكد من هذه المعلومه؟ أيوة. فالنهارده اصبح في جهاز فني، جهاز طبي في المنتخب، هو فعلا النهارده صاحب القرار الاول والاخير، حتى لو الجهاز الطبي للنادي الاهلي بعت لجهاز الطبي للمنتخب، ولكن الامور كلها بتبقى دايما في ثقه في الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الطبي ايضا، عشان ما اقولكش ده بيجامل النادي الاهلي على حساب منطقي جدا. منطقي تمام جدا. تمام منطقي. فطبعا الكابتن حسام والجهاز الطبي يمكن الدكتور محمد ابو العيلة، اذا فعلا استشف ان في ايمن اشرف في اصابه خلاص يستبعد، ما فيش مشكله، لان الحته دي يمكن الكابتن حسام يمكن برضو انا كنت ممكن يكون في مفهومه ان هو ماتش برضو كينيا اللي جاي ده ان شاء الله يوم 25 ماتش الخميس، ممكن يكون عايز الخبرات، ممكن يكون عايز الخبرات، لان منتخب كينيا انا شايف ان هو 2 بونت في المركز الثالث مفيش اي مشكله، ولكن هو برضو بيحط في منتخب جزر القمر، برضو حطه في الاعتبار ان هو برضو يمكن منافس. انت حسسنا يا كابتن فتحي انه مصر في الناحيه الشمال دي مفيش فيها غير ايمن عاشور. لا ما انا لسه هتكلم بقى في النقطه دي. فالنقطه دي هو يعني مع كامل التقدير طبعا بحب ايمن جدا، وهو الحقيقه لعيب ممتاز ممتاز ممتاز، بمعنى مش تقليل منه ابدا، بس انا بتكلم أيمن على أشرف. الظروف اللي بنعيشها حاليا ايمن يعني. اشرف بالنسبه للمنتخب بيقدر يلعب في مركزين، يقدر يلعب في مركز الاستوبر وخصوصا الجنب الشمال، لان النهارده اصبحت نادره جدا ان تلاقي استوبر بيلعب رجله الشمال. يعني خلينا برضه بواقعيه، ايمن التطور جدا في مركز الاستوبر، ايضا في مركز النهارده الظهير الايسر لما بقى علي معلول او محمود وحيد في اصابات، ايمن اشرف بيسد هذه الكلام. فالكابتن حسام عامل اعتبارات ان ممكن ايمن يلعب ستوبر، ممكن ايمن يلعب ظهير ايسر، وده الكلام. ولكن الظهير الايسر تقدر تقول عنده بدائل. يعني في البدائل في احمد ابو الفتوح لاعب نادي الزمالك، ودول برضه على فكره من اللعيبه الكويسه جدا طبعا المميزه في مركز الظهير الايسر. الحاجه الثانيه الاستوبرات عنده كتير، يعني الاستوبرات لما تيجي تعد النهارده واخد 5 استوبرات الكابتن حسام لو عديتهم لك. انا بقول لحضرتك يا كابتن فتحي انا لا بقرا الغيب ولا ليا في الطالع، بس ايمن اشرف مش هيلعب ماتش كاني. ما انا بقول لك ايمن اشرف النهارده ما قدرش حتى يكمل تمرين. بقول لك خلاص اصبح ان الكابتن حسام لو النهارده حس ان ايمن اشرف لازم يستبعده لانه عنده بدائل. السؤال هنا يا كابتن فتحي بقى، وعايز حضرتك تاخدها يعني تلف الترابيزه كده ونشوف الامور من وجهه نظر النادي الاهلي، مش كان النادي الاهلي اولى بايمن اشرف في الفتره دي يحاول يجهزه بدل ما يسافر ويتعب وينزل مره تمرين وما يقدرش ومره ثانيه تمرين وما يقدرش، يحاول يجهزه يمكن يلحق ماتش المريخ؟ ما هو بص بقى، هنا التساؤل بقى. يعني هنا التساؤل، لو النهارده استبعد ايمن اشرف من تشكيل منتخب مصر يوم الخميس، ماشي استبعد، وجي النادي الاهلي لعبوا ماتش المريخ، الناس هتتكلم تقول ايه؟ هو انا اشك اساسا انه بعد الرحله المجهده دي اصل احنا بص يعني احنا طبعا انت عارف، انت عندك معلومه انه لعب ماتش فيتا كلاب مصاب، انا عارف وخرج وكلام فاهم، بس انا بقول لك التساؤل يا دور، احنا مش كلنا النهارده هتلاقي النهارده الناس اللي بتنكش، وهتلاقي الناس النهارده اشمعنى النادي الاهلي واشمعنى سابوا الكابتن حسام عشان بالاسماء يا كابتن فتحي. انا ممكن ارص لحضرتك اسماء نجوم كبيره جدا ودوليه ما شاركتش في المنتخب الوطني لانها مجهده شفويا كده، لا تم انا بقول لحضرتك المجهد، مفيش حاجه اسمها مجهد اصلا، انت النهارده بتعمل عمليه النهارده ريكفري للمنتخب، النهارده ما بتاخدش المنتخب النهارده عشان تشتغل بيه سبرنتات وتشتغل تحملات، انت بتشتغل كله على الجانب التكتيكي للجانب التكتيكي، لان الدوري شغال، كابتن حسام وجهازه الفني بيشوفوا اللعيبه فعارفين كل اللعيبه، فكل الجزء اللي بيشتغل عليه الكابتن حسام جزء تكتيكي واضح، حتى لو في ارهاق لبعض اللاعبين لا ممكن يبقى عمليه الريكفري دي ممكن يريحه، ممكن يشتغل النهارده تدريب خفيف وشويه اطالات ويخرج حاجات كتير قوي، ولكن زي ما قلت لك الامور كلها
بتقاس زي ما قلت لك التساؤل، طب لو ايمن اشرف كابتن حسام بعده الناس هتتكلم، ما انت مش اتجاهاتك كلها طيب. مش اتجاهاتك، هتلاقي النهارده الناس اللي في جانب اخر طيب. بيتكلموا اشمعنى النادي الاهلي وحسام، حسام البدري ابن النادي الاهلي ده انت بتجامل النادي الاهلي، فحسام هيقع تحت ضغط اعلامي وتحت انتقادات كتير جدا من اتجاهات مختلفه. والله يا فندم اللي عايز ينتقد وبينتقد ويقول لك انت من النادي الاهلي فبجامل النادي الاهلي ومختار اغلب قوام المنتخب من النادي الاهلي، مش دي القصه ابدا، وعمر الاهلي ما تاخر على المنتخب. النادي الاهلي دائما تعال ارجع للذاكره بقى ارجع للذاكره في 2006 و2008 و2010 كان كام لعيب في النادي الاهلي يعني كان المنتخب كله كان منتخب مصر كله منتخب مصر كله كان بيمثل قوام 8 لعيبه اساسيين نادي الاهلي بيلعبوا في الماتشات كلها صحيح من النادي الاهلي.